بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم نور فرج في الباب والذي يعتبر من أجمل الأبواب اللي أحبها عن الملائكة. مهم جدا أن توقف التسجيل وتقرأ الشرح تحت هذا الفيديو. شكرا. الآن اجلس جلسة مريحة بعيدا عن المقاطعات، إضاءة خافتة، وغمض عيونك، خذ نفس عميق شهيق ببطء، زفير ببطء، مرة ثانية وثالثة، شهيق ببطء وزفير ببطء. رخي جسمك، رخي أكتافك، رخي عضلاتك واسترخي. بعد أن عبرت باب الإيمان وتعلمت شعور الإيمان ومعنى الإيمان، أنت الآن جاهز لتؤمن وتستشعر الملائكة. الأرواح تتآلف مع بقية الأرواح، وهل تعلم أن روحك تألف وتتآلف للملائكة؟ عندما الله سبحانه وتعالى خلق روحك وجسدك، وكل لكل روح ملاكين يمينك ويسارك، وهذه الملائكة تبقى مع روحك على مر الزمان، وكل حيواتك تظل مع روحك لحمايتك إرشادك والكثير. والله يعلم بحكمته الإلهية إنك أيها الإنسان ستحتاج هذه الهدية، هدية الملائكة لك. وإنت غمض عيونك، رح ننادي الملائكة اللي حيكونوا دائما وياك كأصدقاء لك، رح تستشعر وجودهم وتراهم في عين ذهنك وخيالك وقلبك. تخيل الآن واستشعر كلمة بسم الله الرحمن الرحيم على كل شاكرا من شاكراتك. استقبل الطاقة اللي برسلها إليك الحين لكل شاكرا. جاك التاج، بسم الله الرحمن الرحيم، وتخيلها تتلألأ باللون البنفسجي. إلى جاك العين الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، وتخيلها باللون النيلي أو الأزرق الغامق. إلى جاك الحلق، بسم الله الرحمن الرحيم، تتلألأ باللون الفيروزي. إلى شاكرا القلب، بسم الله الرحمن الرحيم، تتلألأ باللون الأخضر الزمردي. إلى شاكرا الضفيرة الشمسية، بسم الله الرحمن الرحيم، تنير بنور ربها اللون الذهبي. إلى شاكرا الجنس، بسم الله الرحمن الرحيم، تنير باللون البرتقالي. وأخيراً الجذر، بسم الله الرحمن الرحيم، تتلألأ باللون الأحمر. استشعر وتخيل جسدك مليء بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أيدك تدعي الله وتقول يا الله، يا خالقي وإلهي، مكنني أن أستشعر الآن ملائكتي
واستشعر الكثير من الملائكة حولي الآن. مكني أن أراهم وأستشعرهم وأتلقى هداياهم، رسائلهم، علامات وجودهم معي بكل سهولة. شكرا يا الله. وأطلب نفس الشيء من ملائكتي التي تسمعني الآن. راح أتركك لدقائق مع الموسيقى. أريدك تقول إلى ملاك القوة والحماية، احضر الآن. إلى ملاك جبر الخواطر والإبداع، احضر الآن. إلى ملاك الحب والتشافي، احضر الآن. إلى ملاك نور الله، احضر الآن. إلى كل ملائكة المنزل أو المكان اللي أنا جالس فيه، احضروا الآن. ساعدوني لكي أراكم الآن في عين ذهني وخيالي وقلبي وروحي، وأن أستشعر وجودكم. خليك في حالة استرخاء وصمت، وستتمكن من رؤيتهم أو تخيلهم، أو ممكن أنك تستشعر ثقل في الطاقة، أو تسمع صوت أجنحتهم. استمتع بهذا الحضور الملائكي معك الآن. راح أتركك مع الموسيقى واستقبل الطاقة المرسلة من خلالي لك. ممكن الآن أنك تبلغهم، أعطوني رسالة أو علامة لوجودكم معي. شكرا شكرا شكرا. وأطلب منكم دائما تبقون معي لحمايتي، لإرشادي، لشفائي، للبركة، للمحبة، للوفرة. ابقوا دائما معي وقريبين. شكرا 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 لكم. بهدوء ابتسم او افتح عيونك. تأكد ان الملائكة دائما معك. ممكن بعد هذا التأمل أنك تجد ريشة في مكان غير متوقع، وهو أكبر دليل على حضور الملائكة ووجودهم معك. تجد ريشة في مكان غير متوقع، مثلا على سريرك، داخل سيارتك،
على سجادة الصلاة، حتى لو كان على مائدة إفطارك أو طاولة الطعام. الأهم مكان غير متوقع، وهذا دليل على وجودهم. ممكن أنك تجد عملة نقدية أو رقم متكرر. ستجد في الشرح تحت هذا الفيديو الكثير من الروابط اللي حطيتك إياها من قناتي تليجرام، شرحت فيها علامات وجود الملائكة ورسائل الأرقام المتكررة. لما الملائكة تظهر لك رقم متكرر 111 مثلا، 444 أو ما شابه ذلك، فمعناها ملائكتك تلفت انتباهك لرسالة معينة. وستجد في قناة تليجرام كتاب ترجمته لكم لرسائل الملائكة كأرقام متكررة. أحبكم كل شيء هواية، وأنت الآن جاهز أكيد أكيد للباب القادم والذي سيكون مع العائلة الروحية. راح تحبه كلش هواية. ألتقيكم غدا في باب جديد.